انتم دلوقتي هتسمعوا الفصل الاول من كتاب انا بسجله حاليا وقريبا هيبقى موجود كامل على القناة، وهو كتاب مباريات سيكولوجية للدكتور علاء صادق. الفصل الاول في ملخص لمحتويات الكتاب او المواضيع اللي هيتناولها الكتاب، فاتمنى تسمعوه وتقولوا رأيكم في الكومنتات، هل متحمسين تسمعوا الكتاب كامل ولا لا؟ اربط الحزامة من فضلك. تدق التليفونات واحدا تلو الآخر في مكاتب المديرين العموم بإحدى الشركات الصناعية، والمتكلم هو رئيس مجلس إدارة هذه الشركة، يدعوهم إلى اجتماع عاجل في غرفة الاجتماعات الملحقة بمكتبه. يترك كل منهم عمله ويتجه إلى مكان الاجتماع. يلتقون في الغرفة حول المائدة المستطيلة. مقعد رئيس مجلس الإدارة لا يزال شاغرا، حيث إنه لم يحضر بعد. يتهامسون بعضهم مع بعض عن سبب هذا الاجتماع، ولكن لا أحد فيهم يعلم. بعد دقائق يصل رئيس مجلس الإدارة ويعنف في طريقه الساعي لإهماله في ترك السادة المديرين بدون أن يخطره بأنهم وصلوا. يلقي تحية الصباح على المديرين ويجلس يقلب في ورقتين أمامه، ثم يبدأ الكلام. أنا دعتكم للاجتماع العاجل ده لأن الوزير لسه كان معايا على التليفون. سيادة الوزير بيقول إنه وصل له كلام عن إن نظام الحوافز في القطاع بتاعنا محتاج لإعادة نظر، وبيطلب مني رأيي في الموضوع. أنا قلت أجمعكم علشان أعرض عليكم الموضوع زي عادتي في مناقشة المسائل المتعلقة بالسياسات الرئيسية للشركة. سيادة الوزير منتظر مني رد بكرة، فهل عندكم اقتراحات بشأن نظام الحوافز اللي احنا ماشيين عليه؟ أحب أسمع آرائكم. إيه رأيك يا مختار بيه بصفتك مدير عام الشؤون الإدارية؟ مدير عام الشؤون الإدارية؟ والله يا سيادة الرئيس، أنا أتفق مع سيادة الوزير إن نظام الحوافز محتاج لإعادة نظر، وأنا كنت تقدمت بمذكرة منذ سنتين حول الموضوع ده لرئيس مجلس الإدارة السابق، وقلت بالضبط إننا محتاجين نربط الأجر بالإنتاج بصورة واضحة. أيوة يا أستاذ مختار، أنا معاك إن ربط الأجر بالإنتاج يحفز العاملين بشكل كويس، لكن ما تنساش إن ده كلام بنسمعه من سنين، وكل مؤتمرات الثورة الإدارية بتكرره وبعدين يطلع على ما فيش. ما تنساش مشكلة الأعمال اللي بطبيعتها إدارية، ده بيخلق لنا مشكلة وبيفتح علينا باب ما نقدرش نسده. مدير عام الشؤون المالية، اسمح لي يا سيادة الرئيس، احنا دلوقتي في نص السنة المالية، وأي تعديلات في نظام الحوافز هيترتب عليه صداع في الشؤون المالية، وسيادتك عارف ان احنا بنلزقها من هنا ومن هناك علشان الأمور تمشي، وانا شايف اننا ما نستعجلش في المسألة دي. رئيس المجلس، أنا معاك، إحنا ما صدقنا خلصنا من دوشة قطع الغيار واعتمادات البنوك، لكن مش معنى كده أننا نقعد ساكتين ونقول للوزير في التليفون والله إحنا مش قادرين نفكر علشان مدير عام الشؤون المالية مكتفنا. وبعدين أي قرار هتتخذه مش لازم يتنفذ على طول، ممكن ندبر له اعتمادات جديدة، وأنا شايف أن الوزير متحمس، وإنتوا عارفين الغربال الجديد ليشدة. مدير عام المصانع، أنا في الحقيقة شايف إنه لازم ندي دفعة للناس اللي بتشتغل، لأن العمال الفنيين ممكن يتسربوا. أنا عندي شوية فنيين لو سابونا هنقف بصحيح، عشان كده أنا بقول نرفع المكافآت التشجيعية شوية. رئيس المجلس، أنا موافقك يا باشمهندس على إن مشكلة تسرب الفنيين في المصانع بقت ملحوظة وهي ظاهرة خطيرة، لكن ما تنساش إن مش بس إحنا السبب، دي ظاهرة في الصناعة بصفة عامة. وبعدين انت سامع الموقف المالي شكله ايه؟ مدير عام التخطيط، تذكر يا سيادة الرئيس اني قلتلك على نظام الحوافز اللي عملته شركة الدخان. انا ليا واحد صاحبي هناك وبيقول انهم مبسوطين قوي وبيطلعوا مكافآت مش بطالة وحللهم مشاكل كتير، وانا بقترح اننا نتعرف على النظام بتاعهم ونسترشد بيه. رئيس المجلس، أيوة أنا فاكر إنك قلت لي على الموضوع ده، وأنا كمان سمعت في الوزارة على النظام وإيجابياته وسلبياته، لكن أنا دايما أقول مش بالضرورة النظام اللي ينجح في حتة ينفع في حتة تانية. شركة الدخان في الحقيقة ليها ظروفها وإحنا لينا ظروفنا، وما افتكرش إن نظامها ينفعنا. حد يا أخوانا عنده اقتراحات تانية؟ صمت. رئيس المجلس،
أنا ما كنتش متأكد في الحقيقة من نتيجة الاجتماع، لكن أنا قلت أرضي ضميري وأخذ رأيكم، لكن الوزير لازم ياخد رد مني بكرة. أنا هقترح إن كل واحد منكم يدرس الموضوع النهاردة وتسجلوا لي عدة اقتراحات، ونتلاقى بكرة الصبح الساعة 9 هنا، علشان الساعة 10:15 أنا هتصل بسيادة الوزير. أنا هسيبكم دلوقتي علشان رايح المؤتمر في الميريديان، طبعا أنتم ما وصلكوش دعوة كالمعتاد. سلام عليكم. ينصرف رئيس مجلس الإدارة ويلحق به مدير مكتبه، ويدور الحوار التالي. مدير مكتبه: كان الله في عونك يا سيادة الرئيس، ما ترهقش نفسك في المؤتمر أحسن، أنا حاسس أن اجتماع النهاردة كان صعب شوية. رئيس المجلس: أنا قلت قبل كده أنه ما فيهوش فايدة، دي ناس قاعدة بتقبض بس لكن ما بتفكرش، ما فيش ولا واحد فيهم عارف يتكلم كلمتين على بعض. أنا عارف إزاي الشركة دي ماشية. أنا هقول للوزير أنا حطيت صوابعي في الشق، وفي الحركة الجديدة لازم يشوف لي شركة تانية تكون أنظف من كده. انتهى المشهد في اليوم الأول، وبقي أن نذكر أن كل واحد من المديرين الذين حضروا هذا الاجتماع أمضى بقية يومه في حالة إحباط خفيف، وشعر بالفعل بأن الطير يقف على رأسه. إذا أردت أن تعرف ما الذي دار في الاجتماع اليوم التالي وما انتهت إليه هذه المشكلة، فيمكنك أن تراجع قراءة الحوار السابق من جديد، فالذي حدث في اليوم التالي لا يختلف كثيرا. الفرق الوحيد هو أنه في نهاية اجتماع اليوم الأول وصل المجتمعون إلى نقطة الإحباط شبه الكامل، وتبرع مدير عام المصانع بسؤال رئيس مجلس الإدارة عن رأيه الشخصي في الموضوع، ودار الحوار التالي. مدير المصانع: يا رئيس، احنا بقالنا يومين عمالين نفكر، واضح ان محدش فينا وصل لحل يرضيك، ترى حضرتك ما عندكش رأي في الموضوع ده تقول لنا عليه؟ رئيس المجلس: والله انا عندي فكرة بس كنت متردد اني اطرحها خوفا اني احجر على فكركم. مدير المصانع: لا تفضل، نحب نسمع رأيك. رئيس المجلس: والله يا جماعة أنا شايف أننا لازم نكون عمليين شوية. هو سيادة الوزير لما كلمني مبارح ما كانش بيشتكي من نظام الحوافز في شركتنا بصفة خاصة، الظاهر أنه سمع أن في بعض المشاكل في القطاع، ولكن أنا بقول أن اللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفوش. النظام اللي احنا ماشيين عليه مش كامل، لكن الكمال لله وحده، وبعدين طالما ما عندناش مشاكل حادة يعني أنا ممكن أتصل بالوزير وأقول له أننا درسنا الموقف ولقينا أن النظام الحالي أفضل بكتير من الشركات المماثلة لنا، وأنا هفهمه أن ما عندناش مشاكل والحمد لله، وإن شاء الله هنبقى نقدم بعض الاقتراحات للأمانة الفنية للقطاع، ولا إيه رأيكم؟ الجميع: فعلا فعلا. الذي انتهيت من قراءته الآن عزيزنا القارئ عبارة عن مباراة، وعلى وجه الدقة فهي مباراة سيكولوجية. الشخصية الرئيسية في هذه المباراة هي اللاعب الذي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة هنا. بقية الشخصيات في هذه المباراة لا تهم، فهم مجرد ضحايا، أو المفترض أنهم الطرف الآخر في المباراة. ليس أمام الطرف الآخر أي فرصة للفوز، حيث إن قواعد المباراة لا تسمح لغير اللاعب فقط بأن يحصل على المكسب الذي يريد. ولا تنسى أن الذي يقوم بالتحكيم في هذه المباراة هو اللاعب نفسه. المباراة السيكولوجية هي نوع المباريات التي نتناوله بالتحليل في هذا الكتاب. هذه المباريات لها ظاهر اجتماعي يشبه إلى حد كبير المباريات الرياضية كالتنس مثلا، أو المباريات الذهنية كالشطرنج، ولكنها تحوي في باطنها شيئا أقرب إلى السم الاجتماعي. ظاهرها العلاقات والتبادلات الإنسانية الطبيعية، وباطنها العذاب والمعاناة الاجتماعية بعينها. عائدها مكسب لطرف واحد فقط هو اللاعب، أما الطرف الآخر في المباراة والذي قد يكون أنت وأنا هو الخاسر لا محالة، صحيا ونفسيا. المباراة السيكولوجية مدمرة، ولكن للأسف بعض الناس يلعبها. وفي المباراة التي استعرضناها الآن واسمها مباراة أيوة لكن، يبدأ اللاعب بتوفير حافز للآخرين أو طعم بأن يضعهم في موقف يحمل بعض عناصر التوتر والاستعجال والأهمية، ويشجعهم على إبداء رأيهم. وحينما يبدأون في عرض الحلول
يبدأ هو في تكسير الحل وراء الآخر من خلال العبارة الشهيرة: يخرج هو شاعرا بنشوة النصر لأنه هزم فريقا بأكمله تاركا الضحايا خلفه. وهذا هو العائد السيكولوجي الذي يحصل عليه. لماذا يفعل بعض الناس ذلك؟ هل يدركون أنهم يلعبون المباريات السيكولوجية؟ هل يعلمون مدى التدمير الذي يحدثونه؟ هل هم مرضى نفسيون؟ هل بإمكانهم تغيير حياتهم؟ هل بإمكاننا تغييرهم؟ هل بمقدورنا كسر المباريات عليهم؟ نحاول عزيزي القارئ في هذا الكتاب أن نقدم لك إجابات عن هذه التساؤلات وعن غيرها ممن يهمنا جميعا كبشر نحيا معا حياة نرجو دائما أن تكون أقل ألما وأكثر سعادة. سنحاول أن نضع أمامك هذه الإجابات من خلال إطار للتحليل أو منهج نعتقد أنه يساعدنا ويساعدك على إدارة حياتنا بالصورة التي نرجوها. هو منهج أقرب ما يكون إلى النظرية، ولكن لماذا هذه النظرية بالذات؟ السبب أن هذه النظرية التي نعرضها تخاطب كل الناس وتتناول حياتنا بشكل مبسط وواضح يصل إلى كل العقول، وأيضا لأننا وجدناها من أقرب النظريات التي تتحدث بشكل مباشر عن الإنسان وحياته بين غيره من بني الإنسان. فهي أولا تتناول نفس الإنسان بالتحليل والتشريح وتوضح لنا أبعادها وأجزائها، ثم توضح لنا تفاعلات البشر مع بعضهم، وتحاول أن تعثر على سر معاناة الناس مع الناس، وهي في النهاية تقودنا إلى الطريق السليم للتعامل مع الناس بأقل قدر من الأضرار والمعاناة. من حقك الآن أن تعرف اسم هذه النظرية أو هذا المنهج الجديد الذي نريد أن نحدثك عنه. إنه منهج تحليل العلاقات المتبادلة. لا تنزعج من الاسم، بعد قليل سنعيش هذا المنهج معا وسوف نستعمله بسهولة، وسوف تتولى شرحه أنت بنفسك لأصدقائك. المقصود بالعلاقات المتبادلة هو علاقاتك التي تتبادلها مع الناس، أي أننا سنقوم بتحليل العلاقات التي تقوم بينك وبين غيرك من البشر. فهذا المنهج لا يتناول الإنسان بمعزل عن غيره، ولكن من أين نبدأ؟ دعنا نبدأ من البداية الطبيعية أنت. سنبدأ بتحليلنا عن الإنسان الفرد أولا، سنبدأ منك ومن كل إنسان فينا، نبدأ من أنفسنا، من ذاتنا. سنبدأ رحلتنا في هذا الكتاب من الذات الإنسانية، ذاتك وذاتي، وستكتشف أن لكل منا أكثر من ذات، وعلى وجه التحديد ثلاثة أجزاء من الذات تشكل في مجموعها الذات الكلية الشاملة. هذه الأجزاء الثلاثة تشكل مفاتيح الشخصية الإنسانية. نذكرك مرة ثانية باسم هذا المنهج الذي نكتب لك عنه، اسمه منهج العلاقات المتبادلة TA. فالتركيز الأساسي له هو العلاقات التي تتبادلها مع الناس. وإذا كنا سنبدأ من ذاتك، فإن هذا هو المنطلق للتحرك إلى فهم العلاقات التي تنشأ بينك وبين الناس. فأنت تتعامل مع الناس بكل صدق وتلقائية، ولكن هل فكرت بأي جزء من ذواتهم يتعاملون معك؟ هذا ما سننتقل إليه بعد ذلك. سنحاول في القسم الثاني من هذا الكتاب أن نضع إجابات على أسئلة مثل: هل يتعامل الناس بشكل مستمر وثابت بجزء واحد من ذواتهم؟ أم أنهم ينتقلون من ذات إلى ذات حسب ظروف الموقف ومقتضياته وطبيعة الناس أمامهم؟ هل هناك ذات غالبة على كل إنسان؟ أي هي التي تبدو على المسرح معظم الوقت؟ وإذا كان هذا صحيحاً، فما هذه الأسباب؟ ما الوضع السليم؟ أن تكون هناك ذات غالبة معظم الوقت؟ أم أن الأصح أن ينتقل الإنسان من ذات إلى ذات؟ لماذا تشعر أحياناً وأنت تتحدث مع بعض الأشخاص أنهم على نفس الخط معك وتجد راحة نسبية في حديثك معهم ويستمر الاتصال بينكما بشكل مريح؟ لماذا تشعر أحياناً وأنت تتحدث مع بعض الأشخاص أنهم ليسوا معك على نفس الخط وتشعر أنك تكلمهم في موضوع وهم يكلمونك في موضوع آخر؟ تشعر بالإرهاق نسبياً وأنت تتكلم معهم وكأنهم يجهدونك بحديثهم. تشعر بأنهم يقطعون عليك خط فكرك وينتهي بك الأمر معهم إلى سوء فهم أحياناً.
لماذا يتكلم بعض الأشخاص معك كلاماً يبدو مباشراً في ظاهره، في حين تجدهم يعنون شيئاً آخر بالطريقة التي يوجهون بها هذا الكلام، أو بتعبيرات الوجه، أو بالإشارات؟ كيف يحدث هذا كله؟ ولماذا تتغير مشاعرك تجاه كل نوع من هذه العلاقات؟ وكيف تتعرف عليها؟ سوف تتضح الإجابة على كل هذه الأسئلة في القسم الثاني من هذا الكتاب، ونحلل نوعية العلاقات المتبادلة التي تتم بين الناس، ومن خلال نتائج هذه العلاقات سوف نتعرف على أكثر الأوضاع سلامة وصحة. والمقصود بنتائج هذه العلاقات هو الحالة النفسية التي يشعر بها الإنسان نتيجة لعلاقاته مع بقية الناس. هل تشعر بعدها بالسعادة أو بالضيق؟ هل تؤدي هذه العلاقات إلى النجاح أو الفشل؟ سوف نحلل لك كل صور العلاقات المتبادلة الممكنة بين الناس، ومن خلال ذلك سوف نتعرف على أفضل السبل التي تحقق السعادة والنجاح للإنسان. نرجو أن تكون لغتنا سهلة وواضحة ومفهومة لك عزيز القارئ. قلنا لك إن النتيجة المرجوة من أي علاقة إنسانية هي السعادة والنجاح، ولكن ما تعريفنا للسعادة والنجاح؟ لعلك توافقنا أنه من الصعب أحياناً أن نضع تعريفات محددة لمواضيع كبيرة احتار فيها الفلاسفة والعلماء منذ قديم الأزل، خاصة تلك التي تتعلق بمشاعر وقيم إنسانية، ولكن على أي حال سوف نحاول ونجتهد. نحن نعتقد أن السعادة والنجاح هما الإحساس بالطمأنينة، وبأن هناك طعماً ورائحة ولوناً للأشياء. السعادة والنجاح هما بصيص النور الذي يبدد ظلمة الوجود، هما أن هناك غداً ننتظره ونأمل الخير فيه، هما الإحساس بالأمان. وباختصار شديد جداً وعميق جداً، أن الدنيا بخير، أنك بخير، وأننا بخير. إذن كلمة الخير هي المرادف والمعنى لكلمة السعادة والنجاح في فهمنا. أن ترى الخير في نفسك، وأن ترى الخير في الناس، أن تستمر علاقاتك مع الناس في اتجاه السعادة والخير، أن تؤكد علاقاتك بالناس وتدعم وتعزز مفهومك عن نفسك وعن الناس، أن يصبح شعارك في الحياة دائما هو أنا بخير وأنت بخير. فهل أمامنا مشكلة؟ نعم، أمامنا بعض المشكلات. تجاربنا ودراساتنا تؤكد لنا أن الخير والشر موجودان جنبا إلى جنب. الخير نفسه لا وجود له من غير وجود الشر. وأحاسيس السعادة والنجاح لا تنبع إلا من قلب أحاسيس التعاسة والفشل، تماما كالنور الذي لا معنى له إلا حين يصدر من قلب الظلام. لهذا انقسمت الحياة بين الليل والنهار قسمة عادلة، موضوعية، فلسفية ونفسية. سبحان المدبر، علت قدرته. نريد أن نقول لك إن الطريق إلى الخير لن يكون ممهدا دائما أمامك. علاقتك ببعض الناس تجعلك أحيانا تشعر بالضيق، بالفشل، تجعلك في لحظات ضيق شديد تقول إن الدنيا مش بخير، ولكن لا تنسى أنك في أحوال أخرى تقول وبتأكيد الدنيا لسه بخير. أحيانا تشعر أنك فاشل، وأحيانا أخرى تشعر بالنجاح. ونحن في القسم الثالث من هذا الكتاب سنحاول أن نوضح لك كيف تتعامل مع هذه النوعيات من البشر، والتي تكون دائما مصدرا للمتاعب لغيرها. كيف تكسب الجولة معهم؟ إنهم حقا يلاعبونك ويحاورونك لكي تلهث من التعب وتصل معهم إلى طريق مسدود. إنهم يريدون مساحة الملعب لأنفسهم، لا ينافسهم فيه أحد، يرتعون كما يشاءون، يريدون ألا تلتقط الكرة أبدا، يهمون كأنك سوف تشاركهم اللعبة وأنهم على وشك أن يلقوا بالكرة إليك، وما إن تهم بالاقتراب منهم حتى تفاجأ بالخديعة. نحن نحاول أن ندلك في هذا الكتاب أيضا على الكيفية التي تفسد عليهم اللعب، وكيف تتفادى شباكهم أو المصيدة التي يحاولون الإيقاع بك فيها. وهذا هو موضوع القسم الثالث من هذا الكتاب، والذي يتناول المباريات السيكولوجية التي يلعبها بعض الناس. نلخص الآن رحلتنا في هذا الكتاب مع النفس البشرية التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. في القسم الأول نتناول بالتحليل
هيكل شخصية الإنسان لنتعرف على مفاتيح الشخصية وحالات الذات الخاصة بها. في القسم الثاني نتناول دراسة العلاقات التي يتبادلها البشر مع بعضهم البعض ونوعية هذه التبادلات. في القسم الثالث نعرض لأنواع المباريات السيكولوجية التي يلعبها بعض الناس وكيفية التعامل معها. لا يبقى بعد ذلك سوى أن نتحرك معا. نحن مستعدون، هل أنت مستعد؟ إذن دعنا نبدأ الرحلة، ولتكن البداية بأنفسنا أولاً.